حدثنا عن هذا الاتفاق ومن يشمل بالضبط باستثناء داعش؟ نعم طبعا هذا الاتفاق روسيا على ما يبدو لا تريده أن يسير إلى مساره الصحيح، حيث أن الطائرات الروسية منذ صباح اليوم وحتى اللحظة استهدفت ما لا يقل عن 42 بلدة وقرية في أرياف إدلب وحلب وريف حلب الغربي وأيضا ريف حما واللاذقية، لأن هناك 4 محافظات على الأقل شملتها الضربات الجوية الروسية. وأعتقد بأن لا يوجد عاقل في الفصائل المعارضة سوف يقبل بهذا الاتفاق، لأن في الأساس من يقوم بالقتل ويقوم بالقصف هي الطائرات الروسية. كيف على المعارضة أن تقبل بهكذا اتفاق إذا كان القاتل والمجرم هو الذي يستمر بإجرامه وقتله؟ وخير دليل ما يجري الآن، وأنا أتحدث معك، طائرات الروسية لا تغيب عن سماء المحافظات 4، وهي مثل ما ذكرنا محافظات إدلب وحلب وحما واللاذقية، أي أن روسيا لديها قرار بتدمير من لا يزال. نعم، لكن أستاذ رامي، من أين جاء التوافق يعني الذي تحدث عنه المرصد حول هذا الاتفاق بين روسيا وتركيا؟ دعنا نتحدث أن هناك اتصال جاء لكافة الفصائل المعروفة بالفصائل المعارضة السورية من جهات تركيا، وقد تكون المخابرات التركية والقوات والحكومة التركية، بأن هناك اتفاق سوف يعلن أو سوف يجري الاتفاق عليه ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بموجب هذا الاتفاق سوف يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 12 ليلا. كل الفصائل دون استثناء قالت الأتراك بأنها لن تلتزم بأي اتفاق إذا لم يعلم من قبل روسيا، وأن روسيا هي التي سوف تبادر إلى وقف إطلاق النار لأنها هي القاتل والمعتدي. نعم، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة، شكرا جزيلا لك.